أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، جمهورنا الرياضي المتتبع الوفي لبرنامج فوتكان، هذا البرنامج الذي يأتيكم من القاهرة العاصمة المصرية ومباريات الدورة الثمانية لكأس أمم أفريقيا وتأهل المنتخب الجزائري بالنتيجة والأداء وبثلاثية قاسية على غينيا. سنتوقف في هذا العدد الحديث عن فوز المنتخب، عن الأداء، عن التصريحات، عن الأجواء التي سبقت هذه المباراة خصوصا بعد النهاية والفرحة الكبيرة للجماهير الجزائرية، إضافة إلى مواضيع أخرى سنتريها مع ضيوف هذا العدد من برنامج فوتكان. كالعادة يحضر معي الوجه الإعلامي المخضرم الأستاذ مراد بوطاجين طبعا للتحليل وإطراء هذا النقاش. مراد بوطاجين أهلا بك، وايضا طارق قادري اعلامي رياضي بموقع الفيفا وايضا اعلامي ايضا بارز في الجرائد الرياضيه المختصه في الجزائر. طارق قادري اهلا بك، شكرا لك على تلبيه الدعوه. شكرا كمال على هذه الدعوه. اذا البدايه ستكون بالحديث عن المنتخب الوطني الجزائري الذي اضحى يمتع ويبدع ويسر عيون الناظرين وحتى المعجبين هنا بمصر. الكل يتحدث عن أداء التشكيلة، والكل يتحدث عن الإرادة الفولادية والقتالية، والكل يتحدث عن الانضباط التكتيكي للمدرب الشاب جمال بلماضي. مراد بوطاجين، شاهدنا أمس مباراة قوية، شاهدنا منتخب غيني يصنع فرص لكن لا يصل إلى منطقة الخصم، لكن شاهدنا منتخب وطني أضحى يسير الطريقة اللقاء بطريقة ذكية وبطريقة المنتخبات الكبيرة. فعلا قلت شاهدنا المنتخب الغيني حاول باش يضغط، حاول باش يفرض وجوده، كنا موجودين أنا وياك، وقلت لك بعد العشرين دقيقة الأولى بول بوت الناخب واش عمل؟ درس المنتخب الوطني الجزائري ولكن درسه من جهة فقط، يعني هو فرض، حب يفرض وجوده والثغرات على الجهة اليسرى بالنسبة للمنتخب الغيني واليمنى بالنسبة لنا. إذا كان لاحظت يعني العشرين دقيقة كانت بعض المحاولات، ولكن زدت اكدت لك حاجه كمال، قلت لك ولكن هذه الطريقه ما تجيب استمرارها. لماذا؟ لانه تقريبا في الهجوم تاعهم كاين فرد واحد، اذا كان ذكرت قلت لك فيه قلب الهجوم يعني منفرد تماما، هذه كل هذه اللقطات اللي كان يقوم بها، يعني الذهاب على الجهه اليسرى ما كانتش توصل لقلب الهجوم واللي كان منفرد. وبالتالي انا نظن ما عدا قول ربع ساعه 20 دقيقه الاولى ماهوش ضغطه، محاولات وفقط، فظهر انه المنتخب الغيني لا يستطيع وما يسببش خطوره. لاحظنا بانه ما رايح يسبب خطوره للمنتخب الجزائري الوطني. طارق قادري، هذا الاداء الذي حير الجميع هنا اعجب الكثيرون طبعا باداء المنتخب الوطني، بكل صراحه كاعلامي رياضي مختص اليوم موقع الفيفا، تشاهد عديد المنتخبات، عندك لغه الارقام، عندك لغه الاحصائيات، هل كنت تنتظر طارق القادري الإعلامي والمناصر والمواطن، هل كنت تنتظر هذا الأداء المنتخب الوطني هنا بمصر؟ بكل صراحة والله غير كنت أنتظره بالنظر لعديد من المعطيات. أنا شوف، أنا رفقة زميل لي هو عمر أجد صحفي أيضا في الجزائر، كنا تكلمنا أنا وياه كثيرا عن مقارنة زيدان بالماضي، أو مقارنة وضعية زيدان مع ريال مدريد مع وضعية بالماضي مع المنتخب الوطني. ريال مدريد عاش فترة صعبة رغم أنه كان عنده لاعبين ممتازين، لما جاء زيدان لاعب اللي كانوا أغلبية لاعبين ريال مدريد كانوا يتمناوا يشوفوا زيدان أو يلعبوا معاه أو يكونوا تحت تصرفه، كان نجم بالنسبة لهم. أنا نقول لك أغلبية اللاعبين حاليين المنتخب الوطني لما كان عمرهم 12 13 حتى 15 سنة كان متأثرين بجمال بالماضي، كان جمال بالماضي يلعب في أولمبيك مارسيليا، أولمبيك مارسيليا أغلب الجزائريين يناصرون أولمبيك مارسيليا، لعب أيضا في باريس سان جيرمان، لعب في مانشستر سيتي. أنا أقول لك كاين بعض اللاعبين حالياً في المنتخب الوطني كي كانوا صغار كانوا يعلقوا صورة جمال بالماضي عندهم في الـ في الـ في الغرف تاعهم، وكان أيضا هو نجم المنتخب في 2004. هذه كل المعطيات وخلات أيضا جمال بالماضي يعرف جيد، لأنه شوف كمان احنا عندنا تشكيلة من ناحية الفردية هي الأفضل في إفريقيا، هذه الكل متفقين عليها، أفضل من المغرب وأفضل من الجميع، لكن كنا محتاجين إلى المدرب اللي يصيب التوليفة اللي يقدر يفهم هؤلاء اللاعبين. أنا نعطيك قصة صغيرة جدا. أمس كان معنا لامين فور، هذا إعلامي جزائري في كندا، قال لي أنا مرة قال لي بروغراميت وبرمجت الهوكي سير جلاس، قال لي منافسة جبت 10 مغتربين جزائريين من كما نقولوا حنا تاع لا سيتي من فرنسا من الاحياء الشعبيه، قال لي ما قدرتش نسيرهم، قال لي عقليه تاعهم كل واحد عقليتهم مختلفه عن الجزائر. اللي خلات المنتخب اليوم ينجح
هو المعرفة الحقيقية اللي بالماضي لعقلية اللاعب الجزائري اللي متكون في فرنسا. قدري يلمح لأشياء كثيرة، يتحدث بأشياء تبلورك عديد تساؤلات أنا مرات بوطاجين، ولا تبلوري تساؤلات عديدة كمنشط لهذا البرنامج. قبل أن ندخل الغوص في الجانب التحليلي والتكتيكي والتقني هذه المباراة، هل اليوم بالفعل جمال بلماضي لأنه ينتمي لنفس بيئة اللاعبين المحترفين عرف كيفاش يوصل الرسالة وعرف كيفاش يتحكم في المجموعة عكس مدربين سابقين المنتخب؟ هو أكيد أنه هذا العامل لعب دور فعال، يعني عامل من عوامل أساسية لنجاح بلماضي. احنا لما جاء بلماضي واش قلنا؟ اولا كانوا عملوا غلطه لانه كان يعني توخروا لمده تقريب 8 شهور ولا سنه، كان من المفروض يجي بلماضي في البدايه، ولكن ما عليهش كما يقول القهوري ميو فوطار كو جامي. المهم جاب الماضي لما وصل بلماضي قدمنا بالماضي للمناصر والشعب الجزائري، قلنا لهم هذا بالماضي هاي الشروط اللي تتوفر فيه، يعني اولا لاعب دولي سابق كما قال، لاعب في مختلف النوادي على مستوى اوروبا، تكون بعد المسار الرياضي بعد اعتزال الكرة، ثالثا درب كثير من الفرق، توج مع هذه الفرق، درب منتخب اللي هو المنتخب القطري، فكل هذا خامس حاجة عنده عامل التواصل، يعني ولو عنده نرفزة من حين لآخر ولكن عامل التواصل موجود، ذكي في تصرفاته في مداخلاته، فكل هذا بالإضافة إلى معرفته للبيئة، لأنه من الصعب جدا باش يعني تجمع يعني هؤلاء اللاعبين في كبيرة. أكيد هذا وش في أغلب البطولة. طارق قدري، شاهدنا منتخب مغربي قوي لاعبين ممتازين ولكن بمدرب أجنبي لم يستطع التأهل بأداء غير مقنع، شاهدنا منتخب مصر أيضا لا أداء لا إقناع ولكن حقق انتصارات بمدرب مكسيكي لا يعرف كيف يصل بالرسالة للاعبيه، وشاهدنا منتخب جزائري بمدرب محلي يتألق في هذه البطولة. هل نقول المنتخبات العربية هي بحاجة لمدرب محلي لكي تتألق في مثل هكذا منافسة قارية؟ هي شوف كمال، أنا نعطيك إحصائية، منذ أن نشأت منافسة كأس العالم ولا مرة فاز مدرب أجنبي بها مع المنتخب، كل المنتخبات فازت بمدرب محلي. آخر مرة فاز بها ديشون مع فرنسا فرنسي، اللي قبلها ألمانيا لوف، اللي قبلها إسبانيا، اللي قبلها فاز بها إيطاليا مارتشيلو ليبي، 2002 البرازيل بسكولاري، 98 إيمي جاكي. يعني نقول لك روح لكل مع البرازيل، لا تروح بيكامبور في 90 جات لاندور، يلا بيكامبور. لا هذه إحصائية، هذه إحصائية أرجنتين أيضا، و82 أيضا إيطالي. شوف هذه إحصائية اللي معروفة. الآن نقول لك أنه المنتخبات اللي تعتمد على المدرب، إذا كان عندك مدرب محلي في المستوى كف أفضل أنك تعتمد على المدرب المحلي، وإذا ما كانش عندك مدرب محلي تقدر تعتمد على مدرب أجنبي. لكن وقت تكلمنا على المغرب أنا أقول لك أنه وقعوا في نفس المشاكل وقعنا فيها إحنا في 2017 تقريبا كان عندنا نفس المنتخب ونفس التشكيلة وما قدرنا ندير والو بسبب التكتلات بسبب المشاكل. مغادرة اللاعب المغربي حمد الله بسبب عدم تقبله من بعض اللاعبين وغادر، والأمور كانت توحي بين المغرب يعني كاين تكتلات، انه لاعب ما يتمش استقباله من المنتخب حسب اللي هذا فيه لاعبين انانيين وما مش حابين الخير للمنتخب تاعهم، يحبوا الخير الا لانفسهم من الناحيه الفرديه. اليوم احنا المنتخب تاعنا تشوف انه كل اللاعبين متلاحمين، ابراهيمي امس اللي ما شارك في ولا دقيقه فرحان مع اللاعبين، هذا امر اللي يخليك حتى في المنتخب المصري حدثت مشاكل، عمرو ورده يطرد من المنتخب ثم يتدخل محمد صلاح ويقول لهم اذا ما رجعش انا ما نلعبش، هذا امور تاثر. ومحمد صلاح ليله اللقاء راح للغردقه التقى بسيرجيو راموس غادر تربص وقالوا انه غاب بسبب الزكام. شوف هذه تفاصيل صغيره جزئيات هي اللي خلات المنتخب الجزائري وبالماضي هو اللي فرض هذا الانضباط، وهذه الامور مستحيل تحصل مع مدرب اسمه جمال بلماضي في المنتخب الجزائري. بوطاجين ناسي هذا المدرب الشاب الذي استطاع في ظرف وجيز ان يفرض شخصيته، الكل يتحدث اليوم معه. انا منبهر كاعلامي كمواطن ومفتخر طبعا كجزائري ومفتخرين كجزائريين، حتى الجمهور المصري البسيط
يتحدث إلا عن المدرب. يعني تألق الفيلة بتألق بالليلي، تألق أدم الناس، لا يتحدثون عن المحرز، لا يتحدثون عن بالليلي، لا يتحدثون عن بنجاح. كل من نلتقي في مصر إعلامي لاعب سابق مواطن بسيط من الجمهور يتحدث إلى جبهة الله. هو فرض وجوده، انا تكلمنا قلنا كاين كثير من العوامل الاساسيه اللي خلاته اولا يظهر عند العام والخاص انه مدرب كفء ومدرب فرض وجوده، تكلمنا عليها ما نزيدوش. بالاضافه الى هذا، لما انسان تكون عنده شخصيه قريناها زمان، نقولوا شخصيه هي صوره منظمه لسلوك شخص يشعر بتمييزه عن الاخرين. هكذا هو فرض هذه الشخصيه. كيفاش تفرضها؟ قلنا بالشروط والمقاييس تتوفر فيه. ثانيا بالعمل، يشوفوا لانه كما قال الاخر يلاحظوا اللاعبين، المدرب اللي يعرف يعمل، ما يعرفش يتفنن كما نقولوا احنا بالدرجه، الى اخره الى اخره الى اخره، ولا يلعب بين لاعب واخر. هذا فيما يخص العمل. ثالثا فيما يخص الانضباط الشخصي، هو صح عنده شخصيه ولكن لابد كذلك في تعامله اليومي خاصة، لأنه ما فيهش غير حصة تدريبية أو اللقاء، هناك معاملة يومية مستمرة. فهذيك التعامل هذوك لابد أن تكون شخصيته قوية. يعني إذا كان مثلا فرض طريقة ما انضباطية تجاه مثلا لاعب ولا اثنين ولا كل ذا، لازم هذيك الطريقة الانضباطية يشوفها اللاعب باللي كراهي مطبقة عليه هو. نعود لك طارق، ربما يتساءل المشاهد الكريم حتى نضعك معنا أيضا في هذا النقاش والحوار الشيق، أقول مع عمر البوطاجين وطارق قادري، لماذا نتحدث عن التكتيك والتكنيك وأشياء من هذا القبيل؟ ولو أننا سنعود إليها طبعا في من خلال هذا العدد برنامج فوتكار، نتحدث عن القراءة السيمولوجية، عن الإيماحات، عن ما يحدث طبعا في المنتخب، عن الروح القتالية، عن الانضباط التكتيكي وعن شخصية المدرب. لذلك نسعى ربما أن نغير ربما الحديث المنتخب الوطني هذه الأشياء، هذه الجزئيات التي هي مهمة وأن تكون استقافة لدى الجمهور الرياضي الذي يشاهد إلينا للحين وللتو. طبعا نتحدث الآن معك طارق قدري، هل اليوم اللاعب العربي وخلينا نقول بالخصوص اللاعب الجزائري هو لاعب يحبذ نوعية المدربين الذين يملكون الشخصية ويفرضون الانضباط داخل المجموعة؟ بمعنى أن اللاعب الجزائري أو العربي أو حتى اللاعب الإفريقي احترم أنه يملك إمكانات كبيرة وليتألق في المونديالات لما تتأهل منتخبات إفريقية عربية، هو لا يحبذ المدرب الذي لا يملك شخصية، المدرب اللي يتكلم مع اللاعبين، المدرب اللي ما يتحكم في المجموعة. تفسيرك تعليقك حول هذه النقطة. شوف كمال، هذا الجانب لازم تدرسه من الناحية الاجتماعية. انت لما تسقسي انت اي واحد لاعب تقول له انت علاش انتفضت على المدرب، انا اقول لك شوف الشيء اللي يخلي اللاعب ينتفض لما يحس بالظلم، لما يعرف انه هذا المدرب عادل، حتى وما يلعبوش ما لعبوش بعدل ماحش ينتفض، هو ما يشوف يقنعوا. انت يا اللاعب لما يشوف ليس فقط المدرب عنده شخصية، اذا شاف مدرب عنده شخصية وماشي عادل يعني يحقر راح ينتفض وراح ممكن يغادر التربص. بصح هو انت المام الاب مع الاولاد تاعو دائما يسيه كيفاش يكون عادل بيناتهم، ما يسيهش يفضل واحد على واحد. هو ثاني ماشي محسوب ل11 لاعب لما يلعبوا لعبتهم على خاطرش نحبهم، لا على خاطرش يستهلوا باش يلعبوا. كي اقتنع 23 لاعب باللي هذا المدرب ما يظلمش وراح يعطيني الفرصه تاعي وباللي الا خدمت وكنت في احسن لياقه راح نلعب كاساسي، كاع يدخلوا في الصف. هي قضيه عدل قبل ما تكون قضيه قوه شخصيه. قوه شخصيه تولي في الجانب الانضباطي. جانب انضباطي لازم انت كما قالك مراد انت تعطي المثال. جمال بماضي معروف باللي انسان مدين، باللي انسان صلاته في الوقت، باللي انسان كما نقولوا احنا يا سلفي ملتزم، ما عنده حتى شوف كي يشوفوا اللاعبين انت كي يشوفوك انت يا تفرض عليهم الانضباط وغير تخرج انت يا من ولا تولي خارج عن الاطار، ما يحترموكش صرات مع مدربين المحاضرين هنا في كاس افريقيا ما نذكروش الاسماء. يلا نذكر الان مورد بوطاجي تكلم على العلم النفس، الرياضي حتى نضع المشاهد الرياضي في الصوره، يعني اعطينا قراءه لهذا الانجاز، لهذا الاداء الرائع. طبعا تاهل الدور ربع النهائي ليس انجاز بالنسبه لمنتخب اسمه الجزائر، ولكن تحقيق اربع انتصارات متتاليه لم يتحقق منذ اخر تتويج، اول او اخر تتويج سنه 1990. مرة بطاجين ندخل المباراه الجانب التكتيكي، هل يعني هي نقول معجزه ام حاله استثنائيه تحدث لمنتخبات عندما منتخب يمتاز بتلك الروح اقول القتاليه وبذلك الانضباط التكتيكي؟ والمختصون والمحللون في الجزائر كانوا يقولون قبل بداية الدورة ما عدناش منتخب، يعني لا كوليزيون
تناسق غير موجود. لكن المدرب في ظرف وجيز استطاع أن يخلق كل هذه الأمور. شوف الانضباط التكتيكي ما هوش منعزل، كاين تكتيك ولكن قبلها كاين التحضير البدني هذا والعمل التقني مثلا. هذا فيما يخص المنتخب الوطني الجزائري عمل بجد انطلاقا من سيدي موسى ثم الدوحه واليوم في مصر. فهنا الانضباط التكتيكي هذا تفرضوا كما قلنا ما كان لها نزيدوا نكرروا بشخصيتك انت وبمعرفتك للمجال هذا اللي هو الكروي. بالماضي تتوفر فيه هذه الشروط وبالتالي سهلت له بالإضافة إلى كل هذا المتابعة اليومية للمباريات عن طريق الفيديو. هو يتبع الفيديو واليوم عفوا أو مشى للسويس باش يتبع المباراة مالي كوت ديفوار هو ومدان. فكل هذا يخلي المدرب يعني الكف هذا يفرض استراتيجيته وتشكيلته في تنظيم محكم داخل الميدان. لما يفرض هذاك التشكيله فيما يخص الجانب التنظيمي واش يبقى كيفيه تسييرها باش نتفاهموا. اسمها قبل المباراه شيء وخلال المباراه شيء اخر. يولي هل هذا المدرب هذا عمل بجد عنده شخصيه، ولكن هل هذا المدرب ذكي او غير ذكي كذلك. الذكاء ممكن عنده ولكن التجربه تزيد له. مثلا بالماضي هنا نرجع مثلا لاغير يعني انا ما قدرتش نتصورها الى حد الان، ما قدرتش نتصورها. المنتخب المصري تعادل بينه بين اوغندا عفوا جنوب افريقيا بقاو 8 دقائق او 10 دقائق. احنا نعرفوها يعني في الفوتبول هذا هو كي يبقاو 10 دقائق خاصه في منافسه كما هذه. المدرب اخر شيء يعمله ما كاش يعني كيما يحب يعمل حتى شيء، يطلب من اللاعبين تاعو عن طريق القائد الفريق اللي كذا باش يرجعوا نوعا ما للوراء. ما نقولش خطه دفاعيه ولكن يرجعوا قليلا. لماذا؟ حفاظا على هذه النتيجه اللي هي 0-0. لماذا؟ لانه عندك نصف ساعه اضافيه رايح تفرض سيطرتك او تفرض طريقتك عفوا راح تفرض. هذه ما عملهاش المدرب المصري ساسي غراف مهما تجربته ما عرفش لماذا. لماذا بالمقارنه مع بالماضي؟ لانه نقدر نقول لك لانه نوعا ما فيه فوضى داخل التشكيله، فيه يعني بعض اللاعبين اللي مسيطرين على المنتخب. جاد مراد بوطاجي لماذا ولكن طبعا مراد بوطاجي ولكن سيقولها من خلال هذا البرنامج هذه الكلمه وهذا المصطلح السعري، ولكن هو يرتبط بالصحفي ذو الخبره والتجربه. لان الصحفي في اخر المطاف هو تساؤلات، هو عباره عن تساؤلات. هذا هو الصحفي يطرح تساؤلات لاعطاء الصوره للمتلقي. طبعا الان نتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري، لكن قبل هذا اقصاء صدمه كبيره عاشها المصريون. لكن الصوره الرائعه التي شاهدناها سويا ربطتها مراد بوطاجيل وحتى طارق قدري وكل بيت الاعلاميه وحتى الجمهور الجزائري هي الروح الرياضيه العاليه بعد انتهاء اللقاء. تصوروا عائلات خرجت رفقه اطفالها نسائها اولادها تمشي وكانه امر محدث. يعني هي مباراه في كره القدم، قال لك نحن توجى بعديد الالقاب، منتخب لم يكن في القمه، منتخب لم يقنع، منتخب لم يقدم بالاداء، ولكن هذه هي كره القدم، يوم لك ويوم عليك. تعليق خالد، الصوره الرائعه التي شاهدناها عند الجمهور المصري قبل ما نجي للمباراه البوطاجي. شوف المواطن المصري خلينا نقول قبل ما نقول الجمهور المصري. شوف كمال هذه نشوفوها حتى في النوادي تاعهم، شوف نوادي مثل الاهلي، نوادي مثل الزمالك. ربما انت كنت حاضر في حضره الاهلي والزمالك لاستدعاء الصحفيين، تشوف تقاليد كرويه كبيره، تشوف انه الحياه لا تنتهي مع نهايه مباراه في كره قدم. رغم انه في مصر هنا حدثت ربما احداث كثيره خلال الثوره وخلال، لكن شوف انه المصريون استرجعوا يعني ثقتهم في انفسهم واسترجعوا وتمكنوا من تنظيم كاس افريقيا في 5 أشهر فقط. ظرف وجيز والجماهير تحضر والجماهير هادئه جدا. انتهت المباراه، كل واحد اعترفوا ان منتخبهم لا يستحق التاهل ولا يستحق ربما حتى التواجد في الدور الثاني منذ الدور الاول، وكلهم يرشحوا المنتخب الجزائري وبكل روح رياضيه. البوطاجي يلا نديروا اسقاط على البطوله الوطنيه. لو تاتي انت اليوم كاعلامي وتقول اي نادي من النوادي الجزائريه غير مقنع اداؤه، ستلقى السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تلقى اللائمه واللوم لما تذهب تعلق على مباريات. امر حدث لنا طبعا
كعلني. اليوم الجمهور المصري خلينا لازم نمدوا الاشياء الايجابيه يا ناس، ما بقاش نقولوا نمدوا الاشياء السلبيه. الاشياء الايجابيه انه انت قلت لي شوف يا كمال، اطفال صغار خارجين، عائله خارجين، ديكوب خارجين، يعني رجل مع الزوجه تاعو، وكان امر محدود. وفي الصباح شاهدنا المصريون واستجوبات يعني عادي. نحن لكن في بعض البلدان تحدث الصدمه او الكارثه بعد اقصاء منتخبهم في مثل هكذا منافسه يحتضنها هو البلد المربع يعني. ولكن لازم تعرف كمان انه الصدمه حدثوها هنا في مصر. حدث الصدمه واش هي الصدمه؟ الجمهور والمناصر والمواطن المصري كما كنت تكلم متحضر وخرج، شفنا في الملعب كي خرجوا عائلات، خاصه عائلات وما كاين حتى شيء، بالعكس يعني لما نتكلموا معهم احنا ويعني نقولوا لهم نتاسفوا لانه المنتخب المصري هو البلد المنظم هو كذا الى اخره، قال لك لا، قال لك احنا المهم او الاهم البطوله الافريقيه تنجح، وفعلا راهي ناجحه وراهي ماشيه وان شاء الله تنجح. هذه واحده. اثنين باش تعرف يعني الصدمه ماهيش كيما نقولوا في العنف نروح نكسر انايا ولا لا، الصدمه على بالك وراهي. اولا اقاله المدرب، ثانيا طالب من استقالة الاتحاد المصري، ثالثا سؤال شفوي ولجنة التحقيق فيما يخص تسيير الاتحادية. هذه هي الضربة القوية هنا، بمعنى أنه فيه أمور غامضة بالنسبة للاتحادية وكيفية تسيير، ماهوش المنافسه ديال التنظيم لا، ولكن كيفيه يعني اجراء هذه المباراه. جي المراد البوطاجي الذي يحبط مثل هكذا قضايا طبعا كبرلماني سابق وكقانوني وحتى كاعلامي رياضي. يلا نذهب للمنتخب الوطني ونستمع لتصريحات اللاعبين بعد نهايه اللقاء. تصريحات جمعها طبعا ميكروفون ولي الحمدان. En tout cas, on a fait les choses bien et voilà, on a montré qu'on était encore là et il faut garder les pieds sur terre et encore être sérieux pour essayer d'aller jusqu'au bout. كنا اليوم كنا بيان كونسونطري كيما تشوف لي الريزلت اللي فاتو زادو حمسونا شويه. اليوم دخلنا ب 300% بلوس كو لي ماتش اللي لعبناهم الاولين، كنا حابين نربحو ليكيب كاع تحسها كونسونطري حابين يديروا حاجه. الحمد لله يا ربي حققنا فوز واداء ونتيجه، الحمد لله ان شاء الله نكملوا هكا باش نديروا حاجه ان شاء الله في هذا الماتش. حنا نتمنوا نروحوا بلو لوان بوسيب. ونشكر بزاف لي سيبورتور اللي جاو اليوم ومام ليش جاونا في الجزائر، على بالنا بلي راهم كاع حابين يديروا حاجه، وان شاء الله هادي موتيفاسيون لينا وان شاء الله نفرحوهم. دوكا ما لازمش تخمم مع من طاح، اللي طاحت مرحبا بها وان شاء الله نديروا كلش ان شاء الله. طبعا فرحه كبيره طارق قدري شاهدناها لدى اللاعبين بعد نهايه اللقاء، امر عادي بعد التاهل بعد الاداء المقنع. منتخب يبدع ويمتع، يسجل 9 اهداف ولا يتلقى اي هدف، ادم الناس هو الهداف بثلاث اهداف، يليه بالليل بهدفين، يليه محرز بهدفين، يليه بنجاح بهدف، وسليماني بهدف. حسنة لغة الارقام والاحصائيات تتحدث عن منتخب سيكون له شأن كبير بحول الله في هذه المباراة. وكلهم مهاجمين كمان، احنا كنا نسجلوا بزاف من المدافعين، الان كل واحد يقوم بالدور تاعه، مدافع المهاجم، كل اللي سجلوا 9 اهداف كلهم مهاجمين، ولا لاعب وسط، حتى بن ناصر وفغولي وقديوره يلعبوا في الوسط ما سجلوش. ثم اللي سجلوا الاهداف هما 3 اللي لعبوا في الهجوم، سواء محرز او بليلي او الناس او بونجاح او سليماني، يعني 3 مهاجمين بكري كنا. هذا شيء ايجابي، الشيء اللي قلت لي عليه فرحه، كاين فرحه كبيره شفناها في المنطقه المختلطه كنت انا والزميل وليد حمدادو، وشفناها ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي، كل اللاعبين فرحانين ويمدوا في الصور. وكمال لما نتكلموا ثاني على الهجوم، نتكلموا على الدفاع، 0 هدف. شفت البارح انايا على مواقع التواصل الاجتماعي صوره في الدقيقه 91 لاعب تاع غينيا راح يسدد، مبولحي كان خرج من المنطقه تاعو، 4 لاعبين مش لا يقدروا يديروها في نفس الوقت، يحطوا الصوره هذه كلهم على خط 18 يدافعوا على منتخبهم، ماشي حابين يتلقاو اي هدف، رغم انه فايزين 3-0 ومازال 30 ثانيه ويعلن الحكم عن نهايه المباراه. الاليه مراد بوطاجين شاهدنا اهداف جد ورائعه، القضيه ليست قضيه اهداف فقط وليست قضيه تسجيل 9 اهداف، ولكن الطريقه وكانه امر يعمل يعني فيه عمل في التدريبات من طرف المهاجمين ومن طرف اللاعبين، ولعل لقطه هدف بليلي بعد تمريره بالعقب من بوجاح تعطي
الجمالية لأهداف المنتخب الوطني، حتى هدف محرز في مباراة أمس، وحتى هدف أدمو الناس من قبله في مباراة المنتخب التنزاني وأمس. كل أهداف يعني فيه عمل وفيها روعة وفيها جمالية في تسجيل الأهداف. هو الشيء الإيجابي كذلك بالنسبة لمنتخبنا الوطني بالمقارنة مع منافسات لعبناها من قبل، كنا نشوف في منتخبنا منتخباتنا يعني منتخبنا يعني سابق زمان فيه تسرع ماشي سرعة في التنفيذ، يستعملوا التسرع نوعا ما. مثلا قال احنا نلعبوا مع غينيا نشوف المستوى تاعها يعني ممكن قادرين نفوزوا، نتسرعوا باش نسجلوا الاهداف. هذا المنافسه لا، يلعبوا يدخلوا بهدوء برزانة يعني كيفاش يرجعوا الكره للوراء ثم يحضروا الهجوم. كل هذا كذلك دراسه ميدانيه. على ذكر الاستجوابات كمال بركنا سيميولوجيه الصوره تظهر لك بعد نهاية اللقاء، ماشي قضية فوز، ظهر لك أنه اللاعب هذا راه مرتاح لأنه كاين الفوز فوز بارك الله فيه ومرتاح مرتاح. بالإضافة إلى كل هذا إلى راك شافيك لحقنا لهنا لمصر القاهرة، كنا على بالك حنا صحفيين ندردشوا مرة على مرة قال هكذا، درنا في بالنا أنه مثلا كيما سليماني ممكن ما يقدرش يلعب كاع في المنافسة، قلنا بالك حليش ما يدخلش وعطينا بعض الأسماء. فإذا به اليوم بفضل الذكاء هذا عرف كيفاش يعني كل لاعبين شاركوا كلهم شاركوا وسليماني سجل الهدف وراه الآن قادر باش يلعب مباراة أي مباراة يدخل يلعب فيها. يقول بأن النهائي سيكون بين المنتخب الوطني الأول والمنتخب الوطني الثاني طبعا هو الجزائري، هي آراء المختصين هنا والمحللين. يلا نستمع طبعا لجمال بالماضي الذي تحدث في الندوة الصحفية وأجاب عن عديد التساؤلات، لكن النقطة المهمة قال بأننا نسير في ديناميكية الانتصارات والمعنويات جد مرتفعة ونعرف ما ينتظرنا. C'est vraiment manquer de respect à cette équipe du Guinée de dire que qu'on n'est pas content de la performance de l'équipe. On est plus que satisfait, très content. Les joueurs ont fait réaliser une belle performance, pas encaissé de but, en marquer 3, ne pas avoir été réellement très réellement en danger, quelque part avoir contrôlé d'une certaine manière ce match, de dire que je ne suis pas satisfait, je répète, ce serait manquer de respect à cette équipe du Guinée qui, si ne fait pas le nécessaire, ben on peut être puni. Et on va commencer par la deuxième question. Il n'y a pas de pression à avoir. En tout cas, c'est pas le bon mot utilisé. D'avoir des joueurs qui sont sur le banc et qui rentrent et qui sont décisifs, c'est un petit peu le but. On rentre pas pour être transparent. Il y a des joueurs de qualité sur le banc de touche et qui peuvent à chaque fois faire la différence, ou que ce soit des attaquants, que ce soit des défenseurs, que ce soit des milieux de terrain. Donc ils sont là. J'ai expliqué qu'il y avait un groupe élargi de qualité. Ils ont pu le montrer lors du match contre la Tanzanie. Donc moi, j'ai zéro, évidemment, aucune. C'est pas une surprise pour moi que ces joueurs-là peuvent être décisifs quand ils rentrent. Et c'est pourquoi ils sont en équipe nationale d'Algérie. Écoutez, il y a pas mal de temps quand même qu'on a dit qu'on était venu ici pour réaliser ce que peut-être personne ne croit. Mais nous, on y croit. Et c'est gratuit, ça. Ça coûte rien d'être ambitieux et d'être. D'avoir des objectifs, même s'ils sont très élevés, même s'ils paraissent impossibles. J'ai pas attendu qu'on gagne tous nos matchs de la phase de poule pour le dire. Maintenant, il se peut qu'on atteint pas ces objectifs-là, mais en tout cas, on fera le maximum pour ça. Non, c'était voulu, puisqu'on aurait pu, si on l'avait décidé, on aurait pu les faire jouer contre la Tanzanie. Je pense que on a bien géré ce délai, on a bien travaillé, on a permis à l'équipe qui a joué contre le Sénégal de bien récupérer déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ils avaient joué contre le Sénégal et ils avaient joué aussi contre le Kenya. Donc ça avait fait 2 matchs en 4 jours, c'était déjà pas mal. On s'est créé cette opportunité, cette guillemets chance de pouvoir faire jouer le reste de l'effectif. Donc tout l'ensemble d'effectifs a pu jouer.
tout le monde est maintenant quasiment au même niveau de forme. فرق الرجام بالماضي هذا الذي لقى الإعجاب والثناء كل الجماهير العربية وحتى الإفريقية وحتى أمس كلمنا مع كلود دروا سنستلم التسجيل بعدها أو في الجزء الثاني أيضا أموكاشي كالو شابواليا سامويل إيتو مجدي عبد الغاني نادر السيد محمود الخطيب الكل أجمع ومرتضى منصور أيضا الكل أجمع بأنه نجح المنتخب يرجع إلى هذا المدرب الشاب الذي استطاع أن يفرض عديد النقاط الإيجابية داخل مجموعة المنتخب. أكيد كمال هو نفس اللاعبين كانوا متوفرين من قبل لدى ليكانس ونفس اللاعبين توفروا عند الكاراس ونفس اللاعبين توفروا عند رابح ماجر توالت الأسماء والأداء لم يتغير وحتى النتائج كانت كارثية والخروج دائما من الدور الأول ما عدا 2015 كريستيان غوركويف الذي وصل إلى الدور الثاني وخسر أمام منتخب كوت ديفوار اللي فاز بالبطولة. جمال بالماضي الجديد معه أنه أنا كنت مستغرب لما جاء أول مؤتمر صحفي كلموه على كأس إفريقيا قال لهم إحنا سنذهب إلى كأس إفريقيا للتتويج بها وإحنا كنا نقول ربما هذا ضغط سلبي روي يعمل فيه على نفسه لكنه في الأخير أصبح ضغط إيجابي. هو شوف لما جاء جمال بالماضي للمنتخب الجزائري تحس أنه كان عارف أين هو مكمن الخلل كان عارف وراه الخلل وعارف وشنو هي الحلول اللي تعاود ترجع هذا المنتخب إلى سابق عهده كان يتكلم بثقة يقول أنا عارف وش أنا هندير أنا عارف المنتخب وراه مشكلته وعارف وراه الحلول والنتيجة شاهدناها اليوم على أرضية الميدان. تشوف أنت تتكلمت على هدف محرز وتكلمت على هدف الأول تاع بالليل أنا كنا نكلمك على هدف الثالث شوف طريقة اللي يلعبوا بها الهجمة المعاكسة الهجمات المعاكسة تلعب دور كبير جدا في كرة القدم الآن 70% ولا 60% تاع الأهداف في كرة القدم تتجلى هجمات معاكسة لأنه الآن الكل يلعب إذا كان بلوك لما تعرف تلعب انت هجمة معاكسة مثل هذيك وتشوف رغم سرعة عطال لما دار عطال لما قدم عطال العرضية كانوا لاعبين جزائريين داخل منطقة العمليات كان بنجاح ما وصلش على الكرة جو الناس وصل على الكرة. أنا ذكرتني هذه بالهجمة المعاكسة لمنتخب بلجيكا ضد اليابان العام الماضي في كأس العالم لما كانوا خاسرين عدلوا النتيجة واثنين واحد آخر دقيقة انطلقوا وجات تمريرة من اليمين ومرت على المهاجم وجاء الشادلي هو اللي حطها فهذا عمل يقوم به بالماضي هذا التكتيكي جيد مراد بوطاجين فاصل ونعود بعد أن نواصل لحديث في الجزء الثاني. أهلا بكم معنا في الجزء الثاني طبعا الحديث دائما عن المنتخب الوطني وعن المنافس الذي سيكون المنتخب الإيفواري الذي جمعتنا معه عديد اللقاءات فزنا عليه في كامبيضا في مباراة كانت في القمة في الدور الربع النهائي وقصينا معه في 2015 مع كريستيان غوركويف أيضا في الدور الربع النهائي وأنا ذاك المنتخب الإيفواري هو الذي توج طرقا منافس من عيار ثقيلة أنا ما نشوفوش من عيار ثقيل. منتخب كوت ديفوار هذه السنة أقل شأنا من منتخب كوت ديفوار في السنوات الماضية خسر مع المغرب والمغرب سيطر عليه سيطرة كاملة صاب صعوبات في الدور الأول نقول لك أنه المنتخب الجزائري أفضل من منتخب كوت ديفوار رغم أنه بين قوسين المنتخبات الكبيرة ممكن تتغير وتتحول في المواجهات المباشرة ويجب لا يشتبه لكن على الورق على الورق كوت ديفوار ليست كوت ديفوار اللي شفناها من قبل. انا شفت كل مباريات المنتخب خاصه مباراه المغرب 90 دقيقه المنتخب المغربي سيطره كليه على كوت ديفوار اللي ما قدرش يلحق الى مرمى الحارس بونو والمنتخب الليفواري هذا العام ما كاش جيرفينيو ما جابوش معهم جيرفينيو عندهم بعض اللاعبين مثل ماكسي رادال لكن نشوف أنه المنتخب الجزائري لو يلعب بنفس الطريقة اللي يلعب بها في الأربع مباريات الأخرى راح يتجاوز المنتخب الإيفواري بسهولة إن شاء الله. قراءتك للمنتخب الإيفواري منافس أيضا قوي كمال أولا قراءتي المواجهات كانت متكافئة قبل ما نقرأ المنافس أنا نقرأ الدور الرئيس يسميوه الربع نهائي الربع نهائي ما فيهش الأخطاء يعني عندها خلصها ترفع ثمنها وبالتالي أنا نقول المنتخب الإيفواري إذا كان رجعنا للدور الأول خاصة أمام المنتخب المغربي يعني المنتخب المغربي اللي ما قدمش أداء جيد في اللقاءين قدموا أبرز أمام كوت ديفوار أداء ونتيجة فهنا يخلينا نقول أنه المنتخب الإيفواري ما هوش المنتخب الإيفواري اللي نتصوره فيه
ولكن حاجة عنده المنتخب الإيفواري ونفضله راح نجريه معاه اللقاء، كنا قادرين نجريه مع المنتخب المالي، ولكن اليوم نجريه مع المنتخب الإيفواري. نفضل الإيفواري لماذا؟ أكثر تقنيات صدق، يعني يساعد المنتخب الجزائري في تطبيق استراتيجيته بالمقارنه، عفوا بالمقارنه مع منتخب اللي يعتمد على الاندفاع وعلى الضغوط. وامس وفي نهايه اللقاء التقيت بالمدرب المخضرم رفقه ابو ظبيب مع كلود روا، هذا المدرب الفرنسي الذي اعجب وانبهر بالمنتخب الوطني وبالانضباط التكتيكي وبالروح العاليه التي غرسها جمع بالماضي. Très grosse équipe, très forte techniquement, grosse maturité tactique, très bien préparé physiquement et quelquefois ils pêchent un peu dans l'équilibre nerveux, mais là ils ont gardé tout leur calme, tout leur sang-froid, toute leur sérénité. Très impressionnant. Ça serait un championnat, on saurait déjà qui est le champion d'Afrique. Comme ce sont des matchs à élimination directe, hélas dans le foot, tout peut arriver, mais je vois pas qui. À part le Sénégal peut-être, si le Sénégal va jusqu'au bout et qu'aura envie de prendre une revanche, peut leur poser des problèmes parce qu'il y a aussi beaucoup de talent au Sénégal. Mais elle est très très impressionnante cette équipe algérienne. Mais je ne la découvre pas aujourd'hui. Je les ai joués en qualification et je sais quelle valeur elle donne une image de cohérence formidable. إذن استمعنا لكلود لروا هذا المدرب المخضرم فرات بوطاجين. انا عرفته كنت تحكي لي عليه وانا في التريبيون. شوف انا وياك في المباراه تشفاها والله قلت لك من بين صدقني وانا ما كنتش على بالي باللي موجود ما كنا نتبعوا في المباراه. قلت له من بين احسن المدربين اللي عرفوا غان افريقيا لوروا. قلت له لوروا يعني العالم سورسي بلون هو تعود دول في الجو الافريقي هذا. كنت نهضر له تلاقيناه لتحت من بعد ابري الماتش ياك شفت علاقتي معاه تعرفنا يعني عرفتو تلاقينا في الكينيا سيرتو يعني قعدنا مع بعض وكذا دونك دردشنا. قلت له لوروا يعني جي لي سالوي وكذا. قلت له كيلي فوتر امبريسيون سور ليكيب ناسيونال الجزائري. قال لي سي كلير هكذا هكا كنت حاضر. قال لي سي كلير اللي هي اون ديسيبلين تاكتيك يا اون ديسيبلين تاكتيك سي سا هذه تكلمنا عليها كثير. وباش تكون ديسيبلين تاكتيك يعني انضباط تاكتيكي لازم له عوامل كثيره، لازم له جهد، لازم دراسه، لازم احتراف كبير. انا قادري تفضل خاصه لما تكلم عن لا ديسيبلين تاكتيك خاصه الدفاع. شوف المنتخب القوي يبنى على دفاع قوي، واحسن دليل واحسن كما نقولوا مثال تقدر تقدمه هو مثال بطل العالم فرنسا. فرنسا لو ما كانش عندها دفاع قوي ما تتوج بكاس العالم. الهجوم كان عندهم بوغبا وغريزمان لاعبين عاديين، مش لاعبين ماشي ميسي ماشي رونالدو. كان عندهم على اليسار ماتويدي وكان عندهم بوغبا في الوسط، الوحيد اللي برز كثير هو بابي. كانوا عندهم مهاجمين فوق المتوسط بس كما نقولوا احنا كل اهدافهم كانت عن طريق هجمات بلجيكا السريعة. بلجيكا افضل من الناحيه الهجوميه هازار وكذا، لكن الدفاع الفرنسي كان هو الاقوى. باش نتمنى نكون احنا المنتخب الجزائري من منتخب مثل منتخب بلجيكا الذي رشحه الكثيرون ان يكون متوج بكاس العالم، ولكن للاسف بس احنا عندنا الدفاع قوي. شوف كل المنتخبات اللي واجهتنا ما شفناش مبولحي كثير في هذه البطوله. احنا شفنا مبولحي قدم ما عدا في المباراه شوف لقطه او اثنين. علاش؟ لانه الطريقه اللي يدافع بها المنتخب الجزائري تبطل كل الاسلحه الهجوميه للمنافسين. ولكن حذاري امام يعني بالنسبه للقاء المقبل للمنافس لهنا انا مازال تخوفني واحد الفتره عشناها مع المنتخب السنغالي 20 دقيقة الاولى حذاري ثم حذاري. ماذا؟ لانه فعلا احنا عندنا تشكيله كل واحد في منصبه، ولكن لما يكون ضغط علينا هنا ممكن تهضر ما نقولش نقائص ولكن تظهر بعض الهفوات. صح. شوف حتى انا قلت لك شوف حنا كي نكونوا نتفرجوا في المباراه انا نتفرجوها كجزائريين شويه عندنا العاطفه والخوف هذاك، لكن لو نعاود نشوف المباراه تاع السنغال شفنا داروا لقطات. بصح راني نقول لك باللي لو كان تعاود تولي دروك دير احصائيات في كل المباريات ما شفناش مبولحي كثير.
منتخب سنغالي كان يعمل، لكن اللمسه الاخيره اللي تخليهم يلحقوا لك الوسط الميدان ما في الشوط الاول، ما في 20 دقيقه الاولى ما لحقوش بزاف المبولح، كان ضغط، كان ضغط كبير، كان ضغط ضغط. لا شوف خايفين، شوف انا المنتخب السنغالي رشحوا باش يلعب النهائي مع المنتخب بارك الله فيك، انا ثاني احسن مالي او السنغال. الكره الحديثه كيكون استراتيجيه ويكون جد في العمل، واش الكره الحديثه الان حتى ولي يكون عندك نقص قليل هكذا مثلا قال على اكسونتري قال على الجهه اليمنى، هنا الكره الحديثه يعني تعمل يعني في الجانب التكتيكي يعمل باش ينقص من هذاك النقص هذاك يعوض هذاك النقص بلا ريكوبيراسيون، يعوض هذاك النقص بالعناصر خط الهجوم يرجعوا رابيدمون لا بور لا ريكوبيراسيون الى اخره الى اخره. هذه الكره الحديثه. مراد بوطاجين طارق قادري، قلنا التاهل للدور الاربع النهائي ليس انجاز، ولكن تحقيق اربع انتصارات متتاليه تسجيل 9 اهداف دون تلقي اي هدف امر لم نحققه منذ اخر تتويج، يعني ولو اننا لما توجنا بكاس افريقنا كنا تلقينا ايضا مراد بوطاجين هدف الاول ضد في الدور الاول ضد المنتخب النيجيري. هذا الحديث اليوم انه من غير العدل ان هذا المنتخب لا يتوج بهذه الكاس، هل سنقول لو لم نتوج بهذه الكاس ربما ضيعنا جيل ذهبي للمنتخب الوطني؟ شوف كمال، هذا الجيل اذا ما توجش بكاس افريقيا هذه وكتب ربي يا كره القدم ما عنده فرصه انه يتوج بها في 2021، لان هذا الجيل ممكن يلعب 2021 ممكن يلعب حتى 2023 مونديال 2022 راح يلعب، لانه انا اقول لك بالماضي لو كان شاف اي لاعب ما يقدرش يلعب 2023 2022 2022 مونديال كان ما راهوش في التشكيله الاساسيه، لانه يبني كل منتخب تاعو لتصفيات كاس العالم ونهائيات كاس العالم، ربما حليش ربما بعض اللاعبين اللي كبروا جابهم هنا للتأطير فقط، لكن راح يغادروا مع 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 نهايه المنافسه ومع مرور الوقت. انا اقول لك انه كاس افريقيا 2021 ستلعب في شهر جانفي، يعني بعد سنه ونصف، احنا الان رانا في شهر جوان، بعد سنه ونصف حيكون في كاس افريقيا اخرى، وكاس افريقيا اللي تجي بعد كاس العالم هي اللي يبرمجوها في شهر 6 شهر جوان، حتى يكون فيه وقت للاعبين من سنه حتى يسترجعوا انفسهم للناس اللي شاركت في التصفيات وحتى في نهائيات كاس العالم. اذا ما توجناش هذه المره كاين 2021، رغم اني حاس وعندي احساس ان ان شاء الله حنرفدوها هنا في مصر. سيكون لها ذوق رائع مراد يا بوطاجين لو توج هنا بمصر كاس ثاني ان شاء الله تدخل خزانه المنتخب الوطني وتفرح الشعب الجزائري، وكانه روح الحراك غرست في اللاعبين يا مراد بوطاجين. نعم اكيد انه المجال 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 الرياضي خليتني ندخل في رواق اخر ولا نشتي لا من جل ولا رواق كل المجال الرياضي عنده علاقه يعني مرتبطه بالمجالات اخرى، يعني مرتبطه اقتصاديه سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه تربويه رياضيه كل شيء مرتبط. نعم اليوم الجزائر نفتخر انه رانا في مرحله جديده، الحراك اللي يعني نفتخر اليوم احنا نفتخر بحركنا، لماذا؟ لانه هاي الصوره واضحه للعالم. خلاص يتحدث عن السلميه والحضاره ان شاء الله ان شاء الله تكون يعني يكون جديد انطلاقا من هذا الحراك الجديد، بمعنى انه يعني نمشي للانتخابات ان شاء الله وبالتالي هنا تظهر يعني فترة جديدة بالنسبة للجزائر. لماذا انت يعني اذا هدرت لي المنتخب الوطني ولا نوادينا ما يقدروش ينجحوا في مرحلة سبقت اللي عرفناها تاع فساد، هكذا كانت مرحلة تاع فساد، اليوم ان شاء الله تمر هذيك المرحلة ونمشيو للجديد بمنتخبنا هذا الجديد. اما فيما يخص التتويج كمال، التتويج انت تعرف انه مثلا احنا في البطولة الوطنية كاين بعض الفرق اليوم راهم يفوزوا ولكن اداء ما يادوش الاداء اللازم، راهم ينتقدوهم الانصار اذا كان لاحظت وينتقدهم الاعلام. اليوم نفس الشيء بالنسبه لمنتخبنا هنا بمصر، اذا كان توجنا بكاس افريقيا هذا شرف لنا ويعني طبقا للمجهودات اللي راهي مبذوله من طرف الجميع، اقول من طرف الجميع. اذا كان ما توجناش يعني ممكن بعيد الشر مثلا مشينا بعد دور الربع نهائي ولا نصف نهائي، كاين على بالك واش يقولوا يعني شاركنا مشاركه يعني اللي شرفتنا مشرفه، وبالتالي يسميوه خروج مشرف. حذاري الخروج المشرف يكون اولا انطلاقا من النتائج التي سجلت، ثانيا انطلاقا من اللقاء اللي راح نلعبوه، ممكن نروحوا للوقت الاضافي ممكن كذا ونخرجوا
وان شاء الله ما نلحقوش ليها. صدقوني بالله حتى اللي راهم متواجدين في الجزائر صدقوني بالله كان فيرتي اي افتخار لما نمشوا في الشوارع في المحلات وتتلاقى مع الشعب المصري، هذا الشعب الطيب الذي استقبلنا احسن استقبال كلمه حق يجب ان تقال في حق الشعب المصري، ويقول لك الجزائر بلد رائع، الجزائر منتخب قوي، ويتحدث لك على لاعبين الجزائريين. هذا الشيء يعطينا الاعتزاز والافتخار، هذا الشيء اللي مدونا المنتخب الوطني، وهو الاشياء الايجابيه اللي تمدها كره القدم طارق. اكيد احنا مازال ما تلاقيتش مع واحد مصري ولا مغربي ولا تونسي ما عجبش بالمنتخب الجزائري ويقول لك انتم المرشحين رقم واحد، رغم انه احنا نحبوا نبعدوا العين شويه نقول لهم لا مازال خافوا يضربونا بعين ماناش من هذه هي، لكن افتخار افتخار كبير هنا. شوف كرة القدم هي عفيون الشعوب، كرة القدم نقول لك الآن الجزائر صباح أنا فتحت الفيسبوك نشوف الجزائريين يقول لك أنا رقدت ساعتين بصح نط أون فورم رانا رايح نخدم فرحان بسبب فوز المنتخب، تعطي شيء إيجابي. وكمان حبيت نتكلم على نقطة مهمة ثانية، شوف النجاحات المنتخب تعود ثاني على الكرة الجزائرية، لأنه النجاح والتتويج في كأس إفريقيا راح يعطيك 4.5 مليون دولار للاتحادية. الاتحادية في زمن التقشف اللي رانا فيه هي بحاجة ماسة إلى هذه الأموال. تأهل إلى كأس العالم إن شاء الله 2022 راح يعطيك على الأقل إذا خرجت من الدور الأول 12 مليون دولار، حوالي نتكلم على حل عن 300 مليار سنتيم أو 400 مليار سنتيم راح تدخل لخزينة الفاف، حتى يمكن بها تطور الكرة الجزائرية، ممكن تبني أيضا المراكز التكوين اللي رانا ننتظروا فيها لأنه هذو اللاعبين خرجوا كانوا من مراكز التكوين، لأنه حتى يتكون اللاعبين الجزائريين هي كلها أموال اللي ممكن تنعش الاتحادية وتنعش الكرة الجزائرية، ليس فقط نتائج لكن اقتصاديا أيضا النجاح مهم جدا. مهم طارق قدري، معادلة هامة في نجاح المنتخب الوطني هو الجمهور الجزائري الذي يعتبر هو الأول أو الثاني متعلقة بالحضور الجماهيري بعد البلد المنظم مصر، وفي حديث بأن هنالك حديث أقول أن هنالك جسر جوي سيكون بين الجزائر ومصر لحدود عدد هائلة من الجماهير. يلا نستمع لفرحة أنصار المنتخب الوطني في ميكروفون أمين فقير الذي آتى لنا بهذه الانطباعات وفرحة الجماهير الجزائرية بعد نهاية المباراة. Bah le match, voilà, vous savez, avec Jamel Belmadi, vous l'avez dit depuis le début que c'était un travailleur. شكرا بالماضي يا حبيب الجزائريين يا بالماضي شكرا دينينا. مبروك علينا ومبروك على الجزائر الكل، وان تو تري فيفا الجيري، ياللي راكم تنتقدونا في جمال بالماضي خليه يا خويا يخدم، رانا معاه اخويا، وان شاء الله لاكوب لافريك ان شاء الله يا ربي. هذا حبيبنا من المنيعه، مبروك علينا ومبروك على الجزائر كل 1 2 3 فيفا الجزائر. هذا معروف هلا شوشو ديالنا بليده شوشو بليده بليده اخويا تفضل بليده. اسمح لي دقيقه حنوني الحمد لله اللي ربحنا ونشكروا ربي سبحانه على الفوز هذا يا وما ناش ملاحوا فيها خير ان شاء الله. الله ينوركم. قصبتينا اخويا قصبتينا حجب وعوينا صاحبي، مبروك علينا ويروحوا كاع ونقعدوا غير حنا بالعباس. السلام عليكم، انا اخوكم مصري، هما قالوا مصري جاي من اخر الدنيا شجع الجزائر، هم قالوا البلاد بلادنا، فعلا البلاد بلادهم ان شاء الله يربحون كاع. نديه احنا جينا ان شاء الله باش نديو لكوب دافريك وان شاء الله ربي يوفقنا نديوها معنا، ما جيناش على الباطل. وانتو دري في فالجيري ان شاء الله برهوم مسيله ان شاء الله مروحين بالكاس. وانتو دري في فالجيري مرض بوطاجين، فرحه عارمه، جمهور جزائري، معادله مهمه في نجاح المنتخب الوطني. احنا عايشين معهم، احنا ياك لما نمشيو للملعب شفت يستقبلونا وندخلوا في وسطهم ونتصوروا مع بعض وناخذوا العلم الوطني. يعني احنا رانا كمناصرين اولا، احنا رانا مناصرين قبل ما نكونوا اعلاميين، ولكن حاجه نقولها للجنه المنظمه او يعني حتى السفاره، هنا نوجه ولو
السفارة هي تقوم بدور كبير 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 جدا. كلمت السفير يوم أمس النادير العرباوي، قلت له احنا فريقنا هي يجري اللقاء والانصار حاطينهم في 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 كما نقولوا احنا بالدرجه في شوكه، كان من المفروض يجيوا فاصل للملعب لانه العدد كبير تاعنا يعني بالمقارنه مع يعني المنتخبات الاخرى. هنا يعطيوا نفس جديد لمنتخبنا كي يدخل للميدان. قال لي فعلا صح، قال لي ولكن ربما امور امنيه اللي ما تتخليش يعني كذا، ولكن قال لي نشوف مع فيما يخص ملعب السويس. ليه؟ قال لي نشوفوا معاهم باش يعطيو لهم مكان اللي يناسب العدد الهائل تاع المناصرين الجزائريين. ذكر سعادة السفير سيد نادي العرباوي سفير الجزائر هنا بمصر، صوره كانت رائعه، وكاميرا المبدع عباس محمد جوني اخذت صوره جد رائعه، سنشاهدها طبعا، نحن نتحدث ونشاهدها طبعا في هذه اللحظات عندما قدم تذاكر للمناصر الجزائري. اليوم وقفة هذا السفير الذي والله صدقني بلست لغة مجملة كل أعضاء الدبلوماسية الجزائرية في سفارة الجزائر بمصر، لكم منا طبعا الافتحية والتقدير على المجهودات، واقفين على كل كبيرة وعلى صغيرة. أتحدث عن دبلوماسيين، أتحدث عن أمنيين، أتحدث عن سعادة السفير، واقفين على كل كبيرة وصغيرة. إلى ما يرمز هذا طارق عليكم صراحة؟ هذا يرمز انه فيه تغيير في الـ في الـ في, الـ في الجزائر ككل مع الحراك هذا، واصبح يعني كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو، وهو كسفير هو معروف يعني بالوقفات تاعو حتى قبل من قبل، هو معروف معروف انه انسان طيب ورياضي كره اليد. نقدر نقول لك انه استقبلوا الاعلاميين ووقفوا معهم، وحتى ملي عنده علاقه بالجزائر يلقى السفاره وقفه معه. اكيد اكيد، وما تشوف اي واحد جيد. شوف حنايا كاعلاميين ما لازمش نتعلموا غير الانتقاد، لازم نقول للذي احسن احسنت وللذي اساء اسات، هذو احسنوا وراهم واقفين نقول لهم بارك الله فيكم، وان شاء الله يزيدوا يكملوا حتى نهايه البطوله ان شاء الله. شوف انا نادي العربي ونعرفه على كل حال، نعرفه قبل ما يجي لهنا ونعرف خوه درس كنا ندرسوا مع بعض، عائله محترمه، وهو رياضي كبير يعني المشاهد نزيد نعطيه له الصفه تاعو. هو كان في الفريق الوطني لعب كره اليد مع لامجاداني والعماره وكل هذاك الفريق اللي توجو قوي جدا، وكان المدرب عزيز درواز انا ذاك. دونك هذيك الصفه تاعو كدبلوماسي كسفير بالاضافه الى كل العناصر اللي معها كشفت يعني قائمه بدورها، يعني عنده صفه دبلوماسي سفير وعنده الصفه الرياضيه، فهو وجد نفسه في الوسط تاعو كذلك، يعني عائلته الرياضيه ويعمل وكانه لاعب وكانه مدرب وكانه صحفي هذا ما كان يعني. حتى الموسم الماضي سفير الجزائر بموسكو بروسيا نقدم له تحيه هنا من القاهره، كان وقف ايضا على كل كبيره وصغيره ما تعلق بالبيئه الاعلاميه التي غطت مونديال روسيا وكل اعضاء السلك الدبلوماسي بسفاره روسيا او روسيا اقول بسفاره الجزائر بروسيا الموسم الماضي. قبل ما نروح لنقطه اخرى مراد، برك نقطه فيما يخص السفاره زمان مثلا عندها طابع بروتوكولي، باش كي تجي لهنا وتخرج الصحفي ما باش يتلاقى مع داك السفير وكذا، كاين واحد الطابع يعني جامد جامد بزاف بروده. درك بعد الحراك احنا ما نقولوش الناس تغيرت ولا، ولكن قبل الحراك وسافر موسكو سافر الجزائر، احنا ما نهضروش على اكس ولا لا لا، ولكن اليوم 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 بعد الحراك هذا هو جديد بالنسبه للجزائر، فهمتني؟ الان ولا الاتصال جماهيري خلاص هذه كذا، ولكن لما نقول اتصال جماهيري معناتها واللي نقراوها في الاعلام معناتها باحترام، سفاره تبقى سفاره والسفير يبقى سفير والقنصل يبقى القنصل والصحفي يبقى صحفي باش نفهموا. ولكن اروح بطاجين بطابع اخر قبل ما نروح الحديث على الجانب الماضي في الختام، تدخل في نفسيه وتربيه وطيبه الشخص كشخص من ما يكون سفير، يعني حتى لما تشاهده هو انسان طيب، وحتى اعضاء الطاقم الدبلوماسي الجزائري هنا والله الناس طيبين يعني. اكيد شوف شوف خلاص خلاص مهما انت تكون طيب، ولكن النظام النهار ياثر عليك ياثر عليك، كي نقول بروتوكول يعني على بالي واش راني نهضر. طبعا جمال بالماضي حضر مباراه اليوم منتخب مالي كوت ديفوار، هذا ما يرمز بان المدرب الحالي يركز كثيرا، وكل كبيره وكل صغيره دايرها اهتمام. وكمان لما تشوف المباراه في الملعب ماشي كيما تشوفها في التلفزيون. التلفزيون الناس لما تقول لهم هذه النقطه
الناس ربما ما تفهمهاش بصح نشرحوا لهم. مشاهدة المباراة في الملعب اكيد انت اختلف على مشاهدتها في الملعب. لما تكون الكره في الهجوم الكاميرا وين تكون؟ تكون في الهجوم. جيد. انت لك تشوف التلفزيون تعرف لون بلاسمون تاع الديفونسور اللي راه واقف مليح ولا مش واقف مليح باش تلعب له انت كره معاكسه. بصح كي تكون في الملعب ربما انت ما تشوف غير في الكره، الكره راحت للهجوم، انت ما تجيش تشوف المباراه، جيت تشوف الفريق، تشوف التموقع تاع الدفاع كي تكون الكره في الهجوم، تشوف المدافع الايمن او يطلع ولا يقعد، هذو امور ما تقدرش تشوفهم انت على شاشه التلفزيون. اكيد لما ما يكونش عندك كيما نقول نعطيك مثال، لما تشوف واحد من الاتحاديه يروح يحضر مباراه ويفيلمي الماتش، ما يفيلميش كيما يفيلمي في التلفزيون يتبعوا الكره ولا قطعات، يفيلمي بلون لارج، يفيلمي الملعب كله باش يشوف التواجد تاع اللاعبين كله. انت لما يفيلميو لك الماتش بهذه الطريقه لما ما يقدرش يتنقل المدرب، ولما تشوف انت مباراه تلعب على المباشر ماشي كيف كيف، يكون عندك نظره اكثر. وبالماضي حبذ انه ما يحضرش الحصه التدريبيه اليوم هو وجمال وحكيم الدان، وراح للملعب حتى يشوف بعينه كيفاش يكون التفاعل، خاصة أن المباراة لعبت اليوم، مباراة لعبت اليوم في نفس التوقيت اللي حيلعب فيه المنتخب الجزائري ربع نهائي الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب. نختم اللقاء مرات بوطاجين هذا النقطة أكيد لأنه لوخدها من أكيد لا هو يعني حسن ما فعل بالماضي، ولكن لو الظروف سمحت كان ما يروحش وحده، يروح هو محضر بدني والمساعد ومستشارين او ثلاثه كما النوع تاع قريشي وكذا، لماذا؟ لانه يتبعوا المباراه ويعملوا التقرير تاعهم ثم يكون بريفينغ باش يخرجوا النتيجه اللي راحوا من اجلها. جيد مراد بوطاجي، شكرا لك، اعطيت هذا النقاش وفق خطر قدري، والله كنت سعيد بلقائك بذكريات الزاويه 90 اللي كنا نقدمها. تحيه طبعا لسفيان ضاني وكل المحللين طبعا اللي عملوا معنا في برنامج الزاوية 90. غدا موعد جديد نلتقي من خلاله في برنامج فوتكان للحديث بالنقاش وبالتفصيل المفصل حول المنافس الذي سيكون منافس من العيار الثقيل. يذكر أن السويس تبعد عن القاهرة ب 180 كيلومتر في أمان الله.